بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي درستها في السابق المتواجدة في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي يعني درستها في السابق. هذه العينة عبارة عن خشب متحجر، بعد دراستها تحت المجهر يعني وجدت أنواع البكتيريا والميكروبات القديمة التي كانت تعيش في الزمن القديم. طبعا قد تصل عمرها إلى 35 مليون سنة، وكانت من أجمل العينات التي يعني وجدتها في البيئة. وأنا أنصح يعني لمحبين دراسة الحفريات أو الخشب المتحجر أو العينات المتحجرة القديمة أو عظام يعني المخلوقات المتحجرة، الديناصورات وغيرها. أنا أنصح يعني بتكثيف الدراسات في هذا المجال، لأنه مهم جدا. مثل ما تلاحظون خشب متحجر من شجرة قديمة تم استبدال الخلايا بذرات المعادن، وتم تشكيل الشكل مثل ما تلاحظون. من أجمل العينات صراحة، كان موضوع بحثي مهم جدا في دراسة الخشب والنباتات المتحجرة القديمة. وأنا أنصحكم يعني محبين دراسة العينات القديمة، يعني تقدر يعني تجمع عينات كثيرة في هذا المجال، وتقدر تنقب في أماكن حلوة، وممكن تلقى حفريات، مخلوقات منقرضة، مخلوقات يعني جديدة ما بعد اكتشفها العلم. ويعني في أنواع من الحفريات المتحجرة، أو منها أنواع الخشب، ممكن تلقى عينة يعني سليمة ما تعرضت ل يعني ظروف يعني تحطيم أو تدمير نسب كبيرة جدا. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس ثاني وعينات كثيرة جدا في مختبري من الحفريات، كوني درست أكثر من 8000 عينة حفرية. إن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات النادرة جدا التي وجدتها يعني في آخر فترة بحثية كنت يعني أعمل في هذا المجال. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.